أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية، فقرة بالنسبة لي مهمة جدا، هنتكلم فيها عن الأطفال في مصر وتربية الأطفال. والجملة اللي أنا دايما بقولها لكتير من الأهالي، قبل ما تخلفوا فكروا هتربوا إزاي، هتربوا ولادكوا ازاي، هتعلموهم ازاي، هتمرضوهم ازاي، هتدلعوهم ازاي، هتفسحوهم ازاي، هتلبسوهم ازاي. كل دي اسئله لازم اي اتنين متجوزين قبل لما يخلفوا يسالوها لنفسهم. كتير قوي عندنا في مصر بنلاقي ان اتنين يتجوزوا بعد 6 7 شهور يطلقوا، والام تكون حامل وتولد، والاب في الغالب ما بيشوفش الطفل. كتير جدا من حالات زي كده. انتوا متخيلين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا خلاص بقى فرحتوا وهي لبست الفستان الابيض والطرحه وعملتوا الزفه وهو لبس المش عارف ايه وعملتوا الكلام ده وجبتوا عفش وحاجات كلها ملهاش لازمه اصلا، بس في الاخر جبتوا مخلوق هو ملوش ذنب في ان انتوا ما عندكمش تحمل مسؤوليه. والموضوع ده منتشر عندنا في كل الطبقات في الحقيقه وفي كل المحافظات. بعد اذنكم انا في شويه معلومات عندي هقراها، عشان عايز اقراها بالتفاصيل لانها ما مش هعرف احفظها وعايز اقولها. النهاردة في الفقرة دي هنتكلم عن الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف أولادنا. الحملة دي هدفها هو حماية الأطفال من العنف والتركيز على التربية الإيجابية للأطفال داخل المنزل وخارج المنزل، يعني المدرسة، النادي، الكلام ده كله. وهو جزء من البرنامج المشترك، البرنامج اسمه التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر في مصر، اللي بتقوده الحكومة المصرية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف، اللي أنا بشكرهم جدا على المجهود اللي بيعملوه. على مدار الشهر اللي فات انطلقت المرحلة الثالثة من حملة أولادنا، وشعارها بالهداوة مش بالأساوة، لأن في برضو بعض الناس سواء الأباء والأمهات أو المدرسين أو الكباتن في النادي ما يعرفوش غير الأساوة مع الطفل في كل حاجة للأسف. طبعا ده برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التعليم، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. الحملة دي بتهدف، هي حملة طبعا قومية، بتوعي الآباء والأمهات إزاي في حاجة اسمها تربية إيجابية وإزاي نطلع مواطن طفل يبقى مواطن صالح بعد كده في المجتمع. في دراسة أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف في عام 2015 كان الأهل هم الأكثر استخداما للعنف، بعد كده الأصدقاء، بعد كده المدرسين. نص الأطفال اللي شمالهم المسح ده تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، يعني أطفال في التين ايج أو في سن المراهقة، تعرضوا للضرب في السنة السابقة للبحث، في حين في تقريبا 70% منهم عنده مشاكل هنتكلم عليها دلوقتي. وأظهر المسح السكاني والصحي في مصر العام 2014 إن 93% من الأطفال اللي أعمارهم بتتراوح بين سنة و14 سنة تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة. مش عارف السنة ده بتعنفوا بتعملوا ايه فيه. ما علينا، كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة بالتفاصيل المملة. وانا بالنسبة لي انا مهتم جدا بالموضوع ده، لان صحة الطفل المصري دي اهم حاجة، صحته اولا النفسية قبل الجسدية، لان صحته النفسية لو اتأثرت وبقت سلبية هيأثر على جسده وهيجيله امراض الدنيا والاخرة. فخلونا كده النهارده نرحب من دكتوره سهار صلاح خبير الارشاد النفسي والعلاقات الاسريه اللي مشرفاني ونوراني. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. المره اللي فاتت التقينا في الراديو، كان ليا جبتيلي الشاي عندي هنا بقى. حظي حلو. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بألف صحة. سنه حلوه عليكي. يا رب على الجميع يا رب. وبنشكر اليونيسف على المجهود الفظيع اللي بيعملوه. خليني بقى اسالك، مرحله المراهقه ايه اللي بيميزها عن اي مرحله تانية؟ انا سعيده ان الجزء ده او المرحله الثالثه من الحمله مركزه في الاساس مرهقة. على المراهقه، لان دول مظلومين. هم دايما يعني احنا عندنا كلمه يا مراهق دي شتيمه، يقول لك يا مراهق يعني انت فيك كل العبر وغير ناضج، مع انها مرحله صعبه جدا ورخمه. هي بتتميز بان هي مرحله انتقاليه بس طويله قوي،
تلاقي في تغيرات فسيولوجيه بتحصل للطفل، في تغيرات مزاجيه، في تغيرات عاطفيه، في البلوغ، ودي مرحله تقيله جدا سخيف تطلع على مراحل طويله جدا، يعني يطلع حاجات في الاول في الوش، وبعدين فجاه في ريحه عرق، وفجاه مش عارفه بيحصل بلوغ، وفي انجذاب للطرف الثاني. طب ده بيعمل انسكيورتيز عند الولاد او عدم ثقه في النفس، وعند البنات اكتر، وعند البنات فيبقوا طب انا شكلي مش حلو، ولو بلغوا بدري يتاثروا، لو بلغوا متاخر يتاثروا، كل حاجه متاثروا، وردود فعل عنيفه جدا، كل حاجه بتستسرهم جدا، كل حاجه متضايقين، برضو بتتميز برفض السلطه الابويه او اي سلطه من اي نوع. عايزين يحسوا انهم كبروا. انا كبير وعارف مصلحتي كل حاجه. هي مرحلة صعبة، بس هي يعني دكتور صلاح مخيمر بيقول ان هي الميلاد النفسي، انت يوم عيد ميلادك ده الميلاد البيولوجي، انما انت بتولد نفسيا مع المراهقة. مع المراهقة. مع سن كام بقى؟ 10 سنين 11 سنة؟ احنا يعني في تعريفات كتيرة، بس احنا بنقول مثلا من 11 12 لغاية 18. أوكي. في الحدود دي يعني، بس هي بتختلف تغييراتها، ولكن فعلا الشخص لو لقى نفسه وتوجه صح في المرحلة دي بيطلع حاجة عظيمة. الأهل في مصر زي ما أنت سمعتيني، وأنا كنت قاسي في كلامي، بس اعتقد كلامي اغلبيته للاسف كلامك صح. للاسف صح. طبعا صح. بيخلفوا خلاص. خلاص. وحتى ما اقعد اتكلم مع الناس اقول لهم انتوا يعني انت عندك ثلاثة، ليه هتجيب الرابع؟ ليه هتجيب الخامس والسادس؟ يقول لي ايه؟ كل عيل اللي بيجي بايه؟ برزقه. برزقه. اكتر كلمه بتجنني. يا استاذ شريف ده البنون زينه الحياه. اروح ارد عليه اقول له المال والبنون بالظبط، لازم يبقى معاك الفلوس اللي هتربي بيها البنون دول. فعندنا المعتقدات كلها متلخبطه في الحقيقه. جايز زمان في فتره من الفترات الناس كانت بتخلف كتير عشان كانوا في الغيط، فاولادهم بيساعدوهم في الغيط، وكان عندهم الارض والكلام ده، كان في بيت عيله بناس كتير بتشيل. دلوقتي الحياه ما بقاش في الكلام ده تقريبا للاسف. ده حقيقي. فانا عايزك تقولي لي الناس، مش هتكلم على الأطفال الصغيرين، بس الأب والأم عند سن المراهقة إيه الأسلوب اللي يتعاملوا معاه مع أولادهم، اللي يتعاملوا بيه مع أولادهم يخلي أولادهم دايماً في حضنهم قريبين منهم؟ وقبل ما تجاوبيني هقولك على حاجة بعد إذنك حصلت لي مرة. كنت قاعد مع شباب مراهقين ولاد وبنات، فسألتهم إيه أكتر حاجة مضايقاكم من أهاليكم؟ 90% من الإجابة عارفة كانت إيه؟ ما بيسمعناش او حاجه زي كده. انا كنت فاكر انهم هيقولوا كده، مش بيحضنونا. ده اكبر. انا صعقت. البنات يقول لك ايه؟ الاب ما بيحبش يحضننا عشان احنا خلاص كبرنا. فبيتكسف، الاب اللي بيتكسف يحضن ضناه. اوكي. والولد يقول لك برضه عشان انا كبرت فامي بتخاف ارام في حضنها او تحضني. انت متخيله احنا وصلنا لايه؟ ان الشباب دول محتاجين حضن. هي حاجة مؤلمة جدا جدا. الأهالي الحقيقة بيبقوا محتاسين، أنا برضو بتعاطف معاهم، لأن أنا أوقات لما بتكلم معاهم، أنت كل ما بتكلم مع طرف بتتعاطف معاه، هو محتاس مش عارف يعمل إيه، فبيهبل بيفتكر إن هو ده الصح، كل ما بيفكر بيرجع للطريقة اللي اتربى هو بيها اللي كانت غلط خالص وما كان مش مناسبة خالص للعصر ده، جيل مختلف. بس دايما أي حد عايز يكسب أي حد هيبقى المحبة ما أقصر طريق في الدنيا لأنك تكسب قلب حد، وإنك تسمعه دايما. برضو المراهقين بيعينوا إن هم ما بيسمعوناش، هم الأهل متأكدين جدا من رأيهم، متأكدين جدا من الصح فين. أوقات الولاد بيبقوا صح، الولاد بيبقوا صح ساعات، أوقات الولاد بيبقوا صح، أوقات بس بيبقوا عايزين يقولوا رأيهم، لما بتسمعهم وبيكلموا بيهدوا. الآباء يعني والأمهات عندنا في مصر بيحبوا يسيطروا على أولادهم، ويحبوا يختاروا كل حاجه لاولادهم، هم بيعتقدوا ان هم كده بيحموهم او بيعملهم احسن حاجه، بس انت كده بتطلعوا انسان قاصر ما بيعرفش ياخد اصغر قرار في حياته، ما بيعرفش يعمل اي حاجه، ما بيعرفش يقرر لنفسه، ما بيعرفش يتبسط، لان هو في الاخر انسان سلبي. طيب كلميني بقى عن العنف اللي بيحصل جوه الاسره في السن ده. ابداع بقى. ابداع. قولي لي. طرد طبعا، لما عشان كبرت طرد. يعني طرد إيه طرد؟ الصبيان يعني ارجع مطرح ما كنت لو اتاخرت وهتطرد. طبعا بيحصل، وده طبعا أسوأ حاجه، انا برميه في الشارع بايدي. حبس بالنسبه للبنات، دي حاجات عنيفه شويه. شتيمه بقى والزعيق والحاجات اللي هي شغاله طول الوقت دي. التأنيب، دي حاجه احنا ممكن نكون ما بناخدش بالنا انها حاجه بتضايق الولاد، بس ده عنف نفسي.
ان احنا طول الوقت انت يا ابني مش هتنفع في حاجه، انت يا انت بنتي فاشل. ما انت بتقوميش تعملي حاجه، وانت عمرك ما هتفلحي. هو التأنيب المستمر او التقطيم المستمر ده حاجه بتكسر النفسيه تماما. والواحد لو فقد الامل في نفسه والمراهق او والثقة في الشاب نفسه خلاص. خلاص هيحاول ليه؟ هخش اذاكر ليه؟ ما انا كده كده مش نافع، هعمل مجهود ليه؟ انا لو ما امنتش بنفسي وحبيتها وشفتها كويسه مش ممكن اعمل مجهود في حاجه. اوكي. فالاساليب العنف كتيره جدا، لفظيه وغير لفظيه، وبتوصل الضرب طبعا للاسف الشديد بيستمر في المراهقه. ساعات بيسحلوهم مش بيضربوهم. بيتضربوا جامد وبيتضربوا بقى بعنف اكبر مين وبيسحل. بيضرب اكتر، الاب ولا الام؟ في المراهقه الاب، يمكن العكس في الطفوله الاب اكتر شويه، لان هو الام بقى بتبقى يعني ايه بتزعق اكتر، حاجات شبه كده يعني. انا ما عنديش احصائيه بس ده القصص اللي بسمعها. اوكي. ولكن في جميع الاحوال كل اساليب العنف فاشله، لان انا في مرحله محتاجه ابني في حضني، محتاجه بنتي في حضني، محتاجهم يقربوا مني. ازاي هيقربوا مني وانا بقى عنيفه معاهم؟ ازاي انا ببقى بزعق لك وبشتمك وبقطمك وكل الكلام ده، وانت هتيجي تحكي لي لو حصلت لك مشكله او لو بتحب حد او لو عندك اي حاجه؟ مش ممكن، اسلوب فاشل جدا جدا. الحاجه التانية ان الولاد ما بتتعلمش لما بنعنف معاه، بياخدوا بيعنيدوا. العقاب بالظبط، بيعنيدوا، هم مش عارفين العواقب، هم برضو لسه يعني ما طب انت مش فاهمين. قولي لي رأيك، ازاي الأب والأم يكونوا أصدقاء لأولادهم في المرحلة دي، بحيث إن الأولاد والبنات ييجوا يحكوا لهم كل حاجة؟ جميل، يعني مثلا هديكي بعد إذنك مثال، قصدي في اتفضل. السن ده الولاد بيبتدوا يشربوا سجاير. تفتكري لو الولد راح لأمه وأبوه قال لهم على فكرة أنا النهاردة شربت سجارة وأنا جاي أقول لكم كده، تعاملهم معاه ورد فعلهم المفروض يكون إيه؟ المفروض انهم كل ما تعاملت مع الموضوع بهدوء كل ما عدى ايا كان الموضوع ده، دي قاعده تربويه، كل ما تاخده على الهادي وتتصرف بهدوء هيعدي. كل ما يا نهار اسود وبتاع والعصبيه والدراما وكل الكلام ده هيثبت. في حاجه زي كده او في مواقف كتير زي مثلا، انا بحب حاجات كتيره جدا برضو بتصدم الاهل بهدوء كده. طب تعالى احكي لي، مين اللي اداهالك؟ طيب حسيت بايه؟ طب انت عارف اصلا؟ طب تيجي نقرا شويه اصلا عن الموضوع ده. طب بهدوء، يعني الاولاد في المراهقه عايزين هداوه، زي ما شعار الحمله بيقول بالهداوه مش بالقساوه، عايزين محبه. لازم انا كمان ابقى دايما بشجعه، بقول له انت شاطر انت كويس، عشان يجي لي، عشان يشوف انا اللي مؤمنه بيه، انا اللي بحبه. أغلبية الأسر المصرية بترفض إن ابنها يكون عنده صديقة أو زميلة، أو بنتها يكون عندها صديق أو زميل. يقول لك لأ، البنت تصاحبي بنات بس والولاد يصاحب ولاد بس. عايز أعرف الأثر النفسي بيكون إيه؟ وفي الغالب هما هيعملوا اللي هما عايزينه من ورا أهاليهم. فالاهالي كده فاهمين الحياه غلط، هم هيعملوا اللي هم عايزينه واللي على مزاجهم من وراكم، فلما يبقى قدام عينيكم بارشاد منكم اكيد هيبقى احسن. بالظبط كده، الله ينور عليك، هو كده بالظبط. كده كده الولاد تاثير اصحابهم عليهم في مرحله المراهقه بيبقى رهيب. هم بيبقوا حاسين ان بابا وماما مش فاهميني ومش سامعيني، ودول جيل قديم ومش عارفه ايه، واصحابي دول هم يعني اللي بيفهموا وبيحبوني وعايزين كل حاجه. فاللي بيعمله اصحابي هعمله. ازاي انا بقى احافظ على اولادي في حاجه زي كده؟ ان هم دايما يبقوا في حضني، ان دايما بيبقوا متعودين يحكوا لي، ان هم مش هيتعودوا يحكوا لي غير لو انا ما بأنبش، وانت ازاي تعملي كده؟ انت ازاي تسوي كده؟ انا هقول لبابا، مش عارفه هنحرمك، يعني خلاص هيجي يقول لك ليه؟ عايز اسالك حاجه، في دور الاسره دايما بتبقى ساعات الخاله او العمه قريبه من الولاد ساعات اكتر من الاهل. هل تفتكري ان ممكن الاب والام يبقوا عاملين ديل مع الخاله او مع العمه، خليكم بقى وراه يعني، خليكم معاهم دايما، خليهم يحكوا لكم، انصحوهم بس قولوا لنا ايه اللي بيحصل، لانهم ما عندهمش القدره انهم يواجهوا ولادهم. انت مع ولا ضد؟ يعني انا دايما بحب ان الطريق يبقى مباشر من الاب والام، بس اوقات لو هي دي الطريقه الوحيده، حتى ممكن الاب والخاله، ممكن بنت الخاله لو مثلا في سن كبيرة اقرب شويه، بس حكايه المنتور او الحد الاكبر شويه اعقل شويه ده بيقبل قوي. ده حتى المراهقين كتير جدا لما يجوا مثلا في علاج او حاجه
يبقوا عايزين يشتغلوا مع دكتور او دكتوره شاب، مش عايزين حد كبير اللي هو رفض تام، فاوقات بتنفع. المهم ان انا يعني بطريقه او باخرى اعرف اوجه بطريقه غير مباشره. دي بقى التيمه بتاعه المراقب، غير مباشر. هم لا بيحبوا الوعظ ولا بيحبوا المواعظ ولا الحكم، ولا هم رافضين الكلام ده، هم عايزين على الهادي كده من تحت لتحت وبطريقه غير مباشره وبطريقه فيها تزويق، انت اصلك فيك حاجه كويسه وانت زي الفل، وعايزين دايما حاجه يطلعوا فيها طاقتهم. هم عندهم طاقه عاطفيه او طاقه جنسيه وعندهم مشاكل بيولوجيه وفسيولوجيه عشان النمو، طلعوا في طاقه، فن، رياضه، موهبه، لازم يعملوا حاجه. طيب، لازم خليني اكلمك عن دور المدرسه في الفتره دي والمدرسين والمدرسات. احنا عندنا وزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، يعني التربيه بتيجي قبل التعليم المفروض. يعني انا ايامي ما كنت في المدرسه، انا شايف لغايه دلوقتي ان كان في مشاركه بين اهلي والمدرسه في تربيتي في الحقيقه. في المدرسه كنا بنتعلم الالتزام، النظام، الانضباط، كل حاجه. دلوقتي ما فيش ده في المدارس، حتى المدارس الانترناشونال الدنيا انت فاهمه. بس قولي لي برضو المدرسين اللي شايفينها دلوقتي، الطريقه اللي المفروض يتعاملوا بيها مع الشباب او البنات والولاد في الفصل وفي كده ايه؟ هو كتير قوي احنا ما بنلاحظش ان الولاد دول كبروا، ان الولاد دول والجيل ده كمان، الجيل ده منفتح جدا يا جماعه. احنا لازم نبقى ابديت، زي ما بنعمل ابديت للموبايل كده نعمل ابديت لدماغنا. الولاد دول مختلفين تماما. تماما. ما ينفعش نفضل اولا نعملهم زي الاولاد اللي عدوا علينا قبل كده، او زي ما كنت بتعمل طلبتك من 10 سنين. هم مش نفس السيكولوجيه، فلازم نبقى مختلفين معاهم. بس في مرحله المراهقه بصفه عامه، لو اي مدرس او مدرسه اتعاملت برضه بصداقه، قد تكون انت المنقذ بتاع الولد او البنت دول، قد يكون ما عندهاش في الدنيا غيرك بجد. شوفي هقول لك حاجه حصلت لي السنه دي لما عملت العمليه. عملت العمليه بتاعت يوم 1 رمضان. ياه، الف سلامة. كان يوم الاثنين 6 مايو. ف كنت في المستشفى قبلها بعيد بيومين. الساعة 9 الصبح لقيت باب الأوضة بيخبط، ومين داخل عليا؟ مدرستي في المدرسة. يا نهار أبيض، دي حاجة جميلة جدا. دي حاجة جميلة جدا. داخلة قلت لها أنتِ عرفتي إزاي إن أنا هعمل عملية دلوقتي؟ ما حدش عارف خالص، كنت خب يعني مش قايلين، كنا قايلينها بعدها بيومين. قالت لي لا، ده أنا مدرس، ده أنا أمك، لازم أعرف كل حاجة. دي حاجة جميلة جدا. وهي بصي بقى الـ 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 الأخلاق، وبصي السمو في الفكر. هي مسيحيه، قالت لي انا رحت صليت لك ودعيت وجيت ايه اطمن عليك كده وانت داخل. ايه الجميل، ايه الجمال ده، هم دول المدرسين. شفتي المدرسه؟ والحقيقه هي اسمها ميس فايقه، عشان انا قلت اسمها كذا مره في كذا برنامج يعني. بس بصي دور المدرسه، المدرسين. وانت عارفه دي كانت بتدرسني وانا عندي كام سنه؟ 10 12 سنه. وانا دلوقتي عندي 47 سنه. يعني بتتكلمي في حاجه من 37 سنه. المدرسين بيؤثروا بشكل رهيب في الولاد. واوقات مدرس يبقى مؤمن بيك في حاجه، يقول لك انت بتكتب كويس، انت مثلا بتفهم كويس، بتحفظ، تبقى انت ماشي طول الوقت عمال تفكر ان في حد شايفني حلو في اي حاجه. فالمدرسين مهمين جدا جدا. كفايه القصه دي، يعني هي خلاص شرحت كل حاجه. طب اقول لك قصه ثانيه؟ بعد اذن. انا اسف بتكلم عن نفسي، بس هو الواحد عايز يدي امثله يوريها للناس، وامثله اتعرض لها واقعيه. انا وانا في ثانيه اعدادي جالي ملحق. ملحق في الماث. انا كنت خايف جدا. فقلت اهلي بقى هيعملوا ايه؟ هتبهدل. فامي وابويا جم قالوا لي ايه بقى؟ ما معلش مش مشكله، انت ما تتضايقش. انت جايب فيه مواد ثانيه، بصي بقى الاهل اللي فاهمين، انت جايب فيهم تقريبا الفول مارك، واحنا عارفين ان انت ما بتحبش الماث. بتكرهه. فعادي هتذاكر الملحق وان شاء الله هتنجح فيه. بص يا دكتور، عمري ما هنسى يوم لما دخلت امتحان الملحق. رحت صيفت عادي جدا في اسكندريه، ووشي كان وشي كله مقشر بقى، وشي ده ناري من الشمس. كل الطلبه اللي عندهم الملحق بصوا كلهم بقى بيض. طبعا محدش راح في حته يعني. فراح قايل لي ايه ده انت صيفت؟ قلت له لسه راجع من اسكندريه اول امبارح. انا جاي عشان اخد امتحن وراجع تاني بكره. انت اهلك ما حبوسكش وحطوك في مش عارف ايه ومنعوك. قلت له لا 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 مش حصل كده، حصلت خالص بالعكس. قال لي، قلت له انتوا حصل فيكوا ايه؟ كل واحد طبعا حكى مصيبه سودة ما عدا واحد بس، اهله كانوا شبه اهلي في الفكر، فلا عاقبوه ولا حاجه. بس
بصي ده بيفرق قد ايه في نفسية الواحد جدا جدا. احنا شوف علشان تعملنا مع الموضوع ببساطه عده، لو احنا بقى عملنا كل القصص دي هيفضل كل اللي تعاقبوا دول هيفضلوا يسقطوا في الماس بقيت عمرهم، صحيح، وهيسقطوا في كل حاجه وهيكرهوه بالظبط. يعني العنف لا يولد الا عنف، العنف فاشل، لا صحيح. يمكن يطلع لا بني ادم سوي ولا بني ادم سعيد ولا بني ادم عارف هو عايز ايه ولا اهل نفسهم سعداء. ما انت بتبقى زعلان على اولادك. صحيح. قولينا كده نختم معاكي كده بروشته سريعه للاهالي اللي بيسمعونا دلوقتي وعندهم اولادهم في سن المراهقه، الطريقه السهله اللي يتعاملوا بيها معاهم. اول حاجه اولادنا لازم يفهموا يعني ايه مراهقه، يعني ايه بلوغ جنسي، ايه التغيرات اللي هتحصل في جسمهم. ناهلهم للموضوع ده حتى لو دخلوا في المرحله نقعد نفهمهم. اهالي كتير جدا ما بيشرحوش البلوغ الجنسي، هو حاجه مهمه جدا، نشرح يعني ايه استثاره جنسيه، يعني انجذاب، ولا والمفروض يبقى في المدارس اصلا يتعلموه. المفروض يبقى في المدارس، مش هيحصل في المدارس، لازم اعمله في البيت. هو بيبقى عايز يفهم وبيروح لاصيع واحد عشان يفهم منه. صح. مش عايزين ولادنا ودانهم معانا احنا. الحاجه الثانيه نسمعهم، نسمعهم يقولوا اللي هم عايزينه، يقولوا كل حاجه. كل ما هم بيحكوا لنا كل ما احنا شاطرين وبنعمل شغلنا حلو، ما بيحكولناش يبقى نقلق ونعمل اي حاجه عشان يرجعوا يحكوا لنا. الحاجه الثالثه التوجيه غير مباشر، لا بيحبوا الوعظ ولا بيحبوا النصح ولا بيحبوا الحكم، مش طايقين نفسهم، مش طايقين اي سلطه، بالراحه وبالهدوء ونصاحبهم ونعملهم بشكل مختلف. الحاجه الرابعه ولادنا كبروا، طريقتنا لازم تتغير. زي ما هم بيحصل فيهم تغيرات احنا كمان لازم نابديت نفسنا بالتغيرات دي ونوجههم بشكل لطيف، نشركهم في الحوار، نشركهم في القرارات، نديهم توجيهات بشكل غير مباشر، نديهم ثقة بنفسهم. خامس وآخر حاجة لازم يطلع طاقته، المفهوم الإعلاء، لازم كمية الطاقة الفظيعة دي. الرياضة، الرياضة والفن، والفن هو بيرسم بيطلع، وهو بيغني موسيقى بيطلع، هو بيرقص روعة، وهو بيلعب كورة بيلعب تنس، أي حاجة يطلع لازم يطلع الطاقة. صحيح صحيح، شرفتينا ورتينا. ربنا يخلي حضرتك، انا سعيده دايما. عايز اشوفك دايما عندنا. يسعدني يا فندم. وبشكر اليونيسيف ان هم خلوكي تجينا النهارده. ربنا يخلي حضرتك. بشكر دكتوره سيهار صلاح خبيره الارشاد النفسي والعلاقات الاسريه على وجودها معانا النهارده وعلى النصايح اللي قالتها، واسف ان انا اديت بعض الامثله على نفسي يعني، بس الكلام جاب بعضه زي كان مفيد جدا والله. بشكرك، خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا لو سمحتوا.